قايلة على فكرة إن في لايف، فالكل يحضر بدري بعد إذنكم. طيب، زي ما اتعودتوا معايا، أنا لما يكون في موضوع متعلق بشريحة كبيرة أو كده ما بطلعش أقول أو أتكلم معاكم إلا لما أكون اتصلت بمصدر موثوق عشان أخد منه المعلومة الأكيدة اللي أجي أقولها لحضراتكم. طبعا كلنا تابعنا قرار الدولة ان هي هتعمل اعانة للعمالة غير المنتظمة اللي هي ال 500 جنيه المعروفة، بغض النظر عن اللي تتفق او تختلف مع الرقم، فده في الاخر هيعمل للدولة رقم محترم. خلاص، طبعا عرفنا، وانا كنت قلت لحضراتكم في لايف قبل كده ان يوم الخميس اللي فات كان اخر ميعاد لتسجيل الناس اللي عايزه على موقع القوى العامله، الناس اللي عايزه تحصل على هذه الاعانه. طيب النهارده وقفلت خلاص باب التسجيل، المفروض من بكره الاثنين، يوم الاثنين بكره لغايه يوم الخميس، احنا يعني بنتكلم في 4 ايام، ال4 ايام دول هيتم صرف الاعانات. طيب السؤال بقى الاول، كام واحد سجل على موقع الوزاره؟ سجل 2,100,000 واحد سجلوا على موقع الوزاره، خلاص 2,100,000. طب ال2,100,000 دول ما شاء الله هم اللي هياخدوا؟ لا، ليه بقى؟ لان اكيد الدوله مش هتبعت رساله لواحد متوفي على موبايله تقول له حضرتك ليك 500 جنيه روح خدهم. ميت؟ اه، اصل في ناس حضراتكم طلعت متوفيه والناس مسجله باسمها عشان تاخد الاعانه، على اساس ان احنا في دوله في اللالا لاند، خلاص فمتوقعين ان الدوله ده فلان فنصرف له الاعانه، خلاص حسبي الله ونعم الوكيل، يعني مش هقول غير كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان بعد تدقيق المعلومات لما يبقى راجل اعمال معتبر نفسه ان هو مش عماله، ان هو عماله غير منتظمه، نعم نعم خير، يعني انت هتحط اسمك ليه في مع العماله الغير منتظمه؟ والله العظيم اتقال لي ان في رجال اعمال، طبعا مش هقول مش او هم مش اسماء، بس ناس اصحاب عمل، اصحاب هم الملاك للعمل ده مسجلين اسمائهم. ماشي، خلصنا. الحاجه الثانيه ان طبعا دي حاجه طبيعيه، في ناس بتحصل بالفعل على اعانات من الدوله زي تكافل وكرامه، بياخدوا معاشات بطريقه او باخرى، اي من برامج الدوله اللي عاملاها، البرامج الحمايه الاجتماعيه اللي الدوله اطلقتها بقى لها فتره، اي حد بياخد الفلوس دي او الاعانه دي مستثنى من الفلوس ال 500 جنيه دول. ماشي، ودول كانوا كتير قوي. اطفال، يعني واحد لسه مطلع البطاقه امبارح، هو انت عشان طلعت بطاقه فخلاص لازم تاخد اعانه وانت عايش مع بابا لسه وماما في البيت؟ يعني يا جماعه بلاش الحداقه في الوقت ده، يعني الحداقه كانت كتير، يعني انا صوت الحد اللي كلمته عشان اعرف منه المعلومات في الحقيقه كان متاثر قوي بقد ايه المصريين ناصحين قوي في حته ان هم يسجلوا اساميهم. تم استبعاد برضو، او مش يا حرام مش استبعاد، يعني هو الناس مش هتقدر تاخد الموضوع ده، اللي هم دخلوا كتبوا كل البيانات بتاعتهم وما سابوش ارقام تليفوناتهم، دول تم استبعادهم. المهم ان بعد التفحيص والتمحيص ودراسه من هو يستحق ومن لا يستحق، وصل العدد من 2,100,000 ل1,400,000، 1,400,000 مواطن هيتم بالفعل الاستفاده من ال 500 جنيه الاعانه دي. يعني بنتكلم في 700,000,000 جنيه مصري شهريا من الدولة لهذا القطاع، قطاع العاملين غير المنتظمين. ادي نقطة. النقطة الثانية، الناس دي هيحصلوا على 1,400,000 دول، هيحصلوا على فلوسهم ابتداء من بكرة، اكيد مش الكل في يوم واحد. هيتم ارسال رسالة على الموبايل اللي تم تسجيله على الموقع لكل واحد سجل، هيقول له حضرتك في الجيزة هتروح لمكتب البريد الفلاني عشان تصرف ال 500 جنيه بتوعك. تم طبعا توزيع الاعداد دي بطريقه معينه بحيث ما يحصلش تكدس، يعني مش كل بتوع الجيزه هينزلوا مره واحده ومش كل بتوع الغربيه ينزلوا مره واحده، لا، تم توزيعها بطريقه معينه عشان ما يحصلش تكدس في الاماكن. الحاجه 4,000 منفذ لمكاتب البريد على مستوى الجمهوريه هيتم التعامل معاهم. وفي كمان حاجة لطيفة جدا عملوها عشان يمنعوا التكدس ده، دخلوا معاهم 600 مدرسة، 600 مدرسة هيتم الاستعانة بيها عشان صرف الفلوس دي. يعني لو حد جاله مسج على الموبايل ان حضرتك توجه لمدرسة الشهيد ايا كان اسم المدرسة،
ما يستغربش، ما يقولش هم انا مش رايح انتخب، لا هو ده حضرتك عاملينه عشان تروح تصرف من هناك الفلوس بتاعتك. الحاجه التانيه في كمان بنك الزراعه المصري، ده من الاماكن اللي هيتم، ولكن في الاماكن فقط المتوفر فيها بنك المصري الزراعي هو بس اللي هيتم صرف ال 500 جنيه. حد لطيف جدا يقول لي طب دي عن شهر ايه؟ اولا اللي هتصرف دي ال 500 جنيه بتاعت شهر مارس. طب ما احنا في ابريل. بعد كده هيتم صرف الشهور المتبقيه. طب بيدونا الفلوس على بعضها. والله الدوله خايفه ان انت تروح تصرفهم وتيجي بعد كده تقول لنا يعني مصرف ولا مش مصرف. مصرف، فانت لازم الدوله هي اللي تعرف تظبطك. فبالتالي هيتم 500 جنيه كل شهر. خلاص. اللطيف بقى اللي انا عرفته برضو يمكن حصري عندي، ان بكره كل واحد، او من بكره يعني، كل واحد هيروح يصرف فلوس هياخد فيزا كارد او كارت، هيروح بعد كده مش هتبقى نفس طريقه الصرف، هيروح ياخد الكارت ده بكره هيستلمه مع الفلوس و مصرف ولا مش مصرف، هيروح ياخد الكارت ده ويصرف بعد كده من مكان بقى، يعني الشهرين اللي باقيين له عند الدوله وهو حاطط رجل على رجل كده باشا، هياخد الكارت ده ويروح يصرف بعد كده من اي مكان. هقول لكم على سر، بس ما تقولوش ان انا اللي قلته، يعني سر وما تقولوش ان انا اللي قلته. خلاص. ان حتى لو حد اتبعت له رساله ان انت هتروح تصرف من المكتب البريد الفلاني، وهو انا مثلا اتقال لي في مكتب بريد الجيزه، مش انا مربك عشان اكيد انا، اي حد هيجي له مكتب بريد الجيزه وهو اوريدي دلوقتي النهارده في القاهره في مكتب، حضرتك ميل كده على المكتب البريد وقول له هم متصلين ببعض وهينفع يصرف لك. بس ارجوكم محدش يقول ان انا اللي قلت المعلومه دي. خلاص. يعني انت ينفع تروح تصرف، بس يا نرجو عشان هم موزعينها جغرافيا بطريقه ما تخليش في تكدس في كل الاماكن هجوم مره واحده. ارجوك اللي يتبعت له ويقدر يروح من المكان اللي مبعوت له رساله فيها يروح مباشره ليها. الحاجه الثانيه ان تنبيه بقى، خلاص، مفيش بنك تاني على وجه الارض هنا في جمهوريه مصر العربيه بيصرف المعونه دي، هو بنك الزراعي المصري الزراعي فقط، ما دون ذلك مكاتب البريد. مكاتب البريد انهي؟ اللي هيجي لحضرتك مكتب على مسج عليه، اللي ما جاتلوش رساله وقاعد جنبه اخوه جات له رساله، احنا مش اسره مع بعضينا، ما بنروحش مع بعضينا، هو جات له رساله هم شايفين انها جات له رساله، ممكن الظروف او المواصفات تنطبق عليه بس ما تنطبقش، احنا اولاد بيت واحد، بس عادي هو ممكن يكون بيستحق الاعانه وحضرتك لا، فما تقولش اخو انا جاي انا واخويا عشان هو جات له رساله فانا رايح معاه. خلينا النقطه دي عشان شغل الاسره مع بعضينا، احنا محجوزين مع بعضينا فنروح مع بعضينا، بلاش النظام ده. دي نقطه. النقطه الثانيه، ولا بنك اهلي ولا مصر، ولا مش عشان اسمه بنك مصر يبقى بتاع مصر، هو بنك الوحيد بنك زراعي، ولا اهلي ولا مصر ولا القاهره ولا اي بنك تاني بيصرف الموضوع. وحضرتك لو رحت من غير الرساله مش هتجيلك، والرساله هتجيلك رساله عاديه خالص من الشركه اللي انت تابع ليها. يعني كل واحد النهارده يمقع عينه كده في موبايله، من المسجل يمقع عينه في الموبايل، يقعد كده من هنا لغايه يوم الخميس، عينه بص اسد كده زنهار كده واقف على عينك على الرساله بتاعتك مستني الرساله. ما جاتلكش الرساله حضرتك تدور بقى عندك حيازه اراضي، زي ما قالوا لي كده ان في ناس عندها حيازه اراضي وما شاء الله ربنا ميسر لها، بس هي شايفه نفسها مش منتظمه. الموظفين الحكومه، موظفين الحكومه ده انتوا اكتر ناس مستفيده في اللي احنا فيه ده، ولا حدش جاي جنبكم تروحوا تسجلوا وتاخدوا حقوق ناس هي محتاجه ال 500 جنيه. ماشي. فبالتالي يا احمد انت سجلت باسم ابني وما جاتش رساله، يا ابني يا جماعه لسه احنا لسه الصرف بكره، يعني المجموعه اللي هتصرف بكره هتجي لها النهارده، تصرف بعد بكره هيجي لها بكره، بعد بعده اليوم اللي قبله، لغايه يوم الخميس، يعني المفترض اخر رسائل هتبدا اخر رسائل توصل، يعني املك في الحياه الاربع الساعه 12 بالليل، 12 ودقيقه ما وعدكش. فرصتك في الحياه خلصت. واكيد هتدور كده لا ينطبق. هتقولوا لي طب اللي ما لحقش يسجل. اعتقد ومش معلومه، اعتقد ان في لجنه مشكله عشان يتم دراسة فتح باب التقدم تاني للناس اللي ما لحقتش تسجل. خلينا نتفق ان في ناس ما وصلتلهاش المعلومة، وفي ناس يا حرام حطت اسمائها من غير ما حط، في ناس حط الصوت بيقطع، انا واقفة ما اتحركتش. طيب طب انتوا كل الصوت ماشي معاكم؟ طيب اوكي. ففي ناس حطت اسمها من غير ارقام التليفون بتاعها. شغال تقديم تاني استاذ عمرو، معرفش انا المعلومه اللي عندي
ان في لجنه مشكله من كل الجهات المعنيه، وزاره التضامن، وزاره القوى العامله، اي وزاره معنيه في الموضوع ده، في مع رئيس الوزراء في لجنه مشكله بالفعل عشان يتم دراسه فتح الباب تاني للتقديم. خلونا بقى نتفق على نقطه كده سريعه قبل ما اختم مع حضراتكم. انا مش عارفه، بصوا انا كاتبه لكم في ورقه ايه حقيره، اقسم بالله. بصوا الورقه، الراجل كان بيكلمني وانا نازله على السلم. بصوا، طبعا تم تحديد المكان ده حسب سكن كل واحد، خلينا متفقين دي. طيب، في حاجه بقى تانية، من الناس بقى اللطيفه اللي هم اللي احنا عارفينهم دول، اللي بيحبوا يضيعوا مجهود الدوله في اي حاجه. خلونا نتفق ان الناس اللي بتاخد ال 500 جنيه هي مش بتاخد 500 جنيه وبس، الناس دي برضو مسجله في بطاقات التموين وبتاخد مجموع اعانات معينه كده. احنا قبل كده مش عارفه مين حسبها، وصلت في الفرد الواحد لما يقرب من 1500 جنيه، يعني الفرد واقف على الدوله 1500 جنيه، يعني 1000. لا، هو مع الرقم الكبير، هو عدد ورقم وفلوس كتيره جدا جدا جدا. خلونا بس مرحله اولى نقول الحمد لله، ودي خطوه كويسه. وال 500 جنيه لو بيمثلوا الواحد ولا حاجه، فبيمثلوا شريحه تانية حاجات كتيره قوي، ودي مرحله وان شاء الله تتم على خير. و هتيجي لسه رساله احمد، ان شاء الله تتم على خير. وزي ما قلت لكم، الشهر اللي هيتصرف ده مارس، وبعدها على طول الشهر اللي بعده ابريل ان شاء الله، وبعد كده شهر مايو وبس. هي دي كل المعلومات اللي عندي اللي خاصه بموضوع العماله الغير منتظمه. اتمنى ان اللي عنده حد مسجل يقول له الكلام ده، يقول له ما يروحش في اي حته. اهم حاجه نقطه، لازم يجي له رساله، ما جاتلوش رساله ان شاء الله في العرض القادم، نبقى ربنا يوفقه في العرض القادم ان شاء الله لما يقدم، ويدخل معانا السحب ويكسب باذن الله. فخلينا في المره اللي بعدها ان شاء الله لما يفتحوا الباب، وانا اتوقع جدا من الدوله ان هي تفتح الباب تاني باذن الله، وينضم عدد كبير وعدد اكبر ان شاء الله. وان شاء الله الافضل بقى اللي ندعيها اكتر ان البلد تفتح بقى، البلد تفتح بشكل اساسي، وان شاء الله العماله دي ما تحتاجش اي اعانه من اي حد، وتنزل كده بتشتغل بدراعها وبتاع وتجيب اكل عيش. شكرا. وقبل ما اقفل بوصي الدوله تاني، يا دوله طولي مواعيد البنوك تاني. يا دوله انا مش عارفه اروح البنك، انا بحذرك، انا ما بعرفش هلحق اروح البنك، يا ريت تمدوا ميعاد البنوك تاني، ترجعوها مواعيد محترمه للساعه 2 الساعه 3 4 كده، خاصه البنوك المش مصريه. شكرا جدا جدا جدا، وهتوحشوني لغايه اللايف بتاع يوم الثلاث بالليل اللي بنمشي فيه نهايس، ما بنقولش فيه اي حاجه، ما شاء الله عليكم، وانا ما بظهرش فيه، وبتعملوا مشاهدات عظيمه معايا تقريبا، انتوا بيوحشكم الاسفلت اكتر مني، ودي حزاني جدا جدا جدا. اسمع علينا، مش مشكله، المهم ان انتوا بتونسوني على كوبري اكتوبر، ويوم سعيد ان شاء الله، واسبوع سعيد. السلام عليكم. استنى بيقفل من هنا. باي.